تعالوا نشوفوا الأخ محمد ناصر وهو بيستضيف المقاول الفاشل محمد علي من إسبانيا، وشوف السخرية المتبادلة بينهم، لأنه محمد ناصر مسح بكرامة محمد علي الأرض، لأنه يستحق إن هو مش فقط يمسح بكرامة الأرض، هو ينفع يبقى وكأنه يعني تحت حذاء أصغر مواطن مصري. هما الاثنين بالمناسبة كلاهما يعاير الآخر بأنه الأحقر، يعني محمد ناصر أحقر ولا محمد علي أحقر، كلاهما في الحقارة سواء. تعالوا نشوفه وهو مستضيفه بيتكلم بيقول له إيه. ما قولك أستاذ محمد إنه البعض بيقول إنك أنت بتركب الموجة، وركبت موجة تستغل الغضب الجماهيري من قانون التصالح والإزالات للعودة إلى المشهد مرة تانية، وانت في بره مش فارق معاك وبتطلب لجوء سياسي وقاعد في فيلا وراكب عربيه حمراء. فما فيش حد هيكون عنده قضيه ومؤمن بيها وهيدافع عنها الا ما يستحمل اللي هيحصل. قضيه اللي مؤمن بيها محمد؟ معلش انت راجل مقاول وفنان، انت هتعمل نفسك احمد عرابي؟ انت خرجت وقلت انا اعلن اني انسحبت من المشهد السياسي في مصر. السؤال، لماذا قررت الظهور مره ثانيه في سبتمبر؟ عرفت منين انك انت ليك شعبيه جارفه في مصر كده؟ واحد صاحبي كان بيكلمني من مصر، كان لسه قال الموضوع سخن بتاع الفيديو الاولاني، بيقول لي تقريبا يا محمد فاضل لي دقيقه وقت على الحنفيه ليك نازل منها. بس مش جميل. الحمد لله مش منعنا ليك شعبيه. بس احساس يعني سما المصري لو طلعت فيديو هتفتح الحنفيه تلاقي سما المصري. ده محمد علي وده محمد ناصر وده الذباب اللي الاخوان بيطلقوهم بيحاولوا فقط يحوموا ويطنوا حول الوطن. والله أنا خجول من أن يأتي في هذا البرنامج أو في شاشة مصرية مثل هذه الأشكال، مثل هذه الأسماء وبهذا الرخص الشديد. زي ما انتم شايفين هذا الكلام، دول اللي عايزين يخربوا البلد، دول اللي عايزين يدعوا أن البلد تبقى في حالة خراب وفي حالة دمار. حسبي الله ونعم الوكيل أيضا في كل هؤلاء.